بغا يزكاو كاع هاد الطيره ترى سافر ما كندير فيه مركب متوضح. لا تكفينك يا امي طامو اجي قلت لي هاد الشيء اللي بليتي لي بيه. لا صافي صافي من حياتك يا ويلي. لا يعني بليتي بحال ديك الشوافه استغفر الله. لا ربي حيد بك الضحكه. اهلا وسهلا الكبيدات ديالي البونكوسات الفنات عواشركم مبارك الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطولة العمر ان شاء الله. فيديو جديد كنصحكم لوجه الله تابعوه من الاول حتى الاخير البنات. وانا تنبداو تنقول يا ربي دوز هذا الفيديو بخير على خير. المهم الاكسسوارات ديالي شوفوا باش نكونوا متميزات هاد رمضان 2022 ان شاء الله. ومعكم فيديو ديال التحضيرات لرمضان. الاكسسوارات ديالي واعري راه اش نقول لكم. الثالثه ضلوا عليا المعالق ديال العود ما تحركيش بديال سميتها هما المعالق ديال العود اللي لا معلقينهم اكسسوارات. كنت تفرجت البنات في واحد الفيديو ديال ميطامو ودير هاد الاكسسوارات هادو وراه خلاتني بالضحك. قلت والله انا تندير بخونهم اليوم الاكسسوارات نديرهم. المهم يا الكويدات ديالي شبعتكم معايا بكا هي ناري مشاهدين تتعزاو شبعتكم معايا بكا شبعتكم معايا هم وغم. قلت والله تنضحكوا كاع مجموعين في هاد الفيديو هذا فيديو كوميدي غادي يكون والله يسندحكو كاع مجموعين ما نخليكمش هكاك ما نضحككمش معايا. ايها وطاده شويه باش يجيو كاع ها انا خليتهم يمشيو بلاتي للمدرسه باش نصور على خاطري ونشفع راسي. كنت كنضحك والله يسندحك معايا المتتبعات ديالي واحد شويه نضحكو ونشطو ونفوجو مع راساتنا ونقرقبو الناب. وما تنساوش الكويدات ديالي تجمجمو هذا الفيديو هذا تبارطاجيو وتخليو ليا التعليقات ديالكم الزوينه وقولوا ليا هادشي اللي غنهضر لكم فيه واش نتوما عندكم نفس الراي ديالي او لا. طبيعه الحال العواشره ديال البنات يوايا المتتبعات يوايا المتتبعات حطي يدك الطويني بين ديك الكريكيبه ما بقيتش كندير نورها للمدرسه ديالها ولا مكلف بها ترونسبور. ناداتها هي يا مره الا كانت الشتا ما كانش نقول دير بيكاله تكون عندي ما يدير لي شي حاجه كندخل تويليكي كندخل اليوتيوب. اختي مصيفطه ليا ميساج بلاتي عافية قفصي هاي صحابات اوروبا عداكم ديروا بهاد الهضره هادي صحابات اوروبا الجاليه المغربيه ويلي 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 دخلوا من هنا وخرجوا من هنا. عندك نتوما ديروا تحضيرات ديال رمضان بحال هادشي اللي غنهضر لكم عليه. كندخل ويلي اليوتيوب اللي دخلت ليه كنلقى تحضيرات رمضان بعد هذا الفيديو هذا والله العلي العظيم البنات ما كنقصد به شي وحده ما كنقصد به حتى شي قناه ما عندي علاقه بحتى شي قناه ما كنتواصل مع حتى شي قناه غير هو يعني داكشي اللي كنشوف. المهم بصفه عامه غادي نهضر عليه كندخل كنصيب سقاي نهار واحد وارتاحي الشهر كامل ويلي وحدي ويلي وحدي ويلي وحدي كنصيب البصله كتقرض ديال الشهر كامل قال لك يحكوها الشهر كامل مازال نقولوا تحضيرات رمضان البنات مولفين بها من صغرنا والحمص كنفسخو العدس كنقيوه نحطو كنشريو ليقامه كنشريو ميطيشة ديال الحك نحطوها زويته سنيده سكر يعني داكشي كنحطو كاع الى تجهدنا كنديرو السفوف ونديرو شباكيه ونحطوهم داكشي الاخر كل نهار كيجيب رزقو. طورنا ولاو شي افكار ويا حسرته على صناع المحتوى لاننا حنا كنتسموا اننا مؤثرات ولا مؤثرين ولا شنو يعني خاصنا نوريو للناس داكشي اللي زوين داكشي اللي يفيدهم. كيتصابقو 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 شكون اللي غتكون فيه ما هي انا اللي طارت شكون اللي غتكون فيهم الملكه ديال اليوتيوب ديال التحضيرات ديال رمضان 2022 ها اللي دايره قالت لك مقرضه البصله ديال الشهر كامل العصير ديال الشهر كامل
المملحات ديال الشهر كامل بلاتي شنو اخر شفت الدجاج واللحم ديال الشهر كامل الحوت ديال الشهر كامل شنو اخر ثاني الطون تيديروه ديال الشهر كامل ورقه البسطيله ديال الشهر كامل مسمن المسمن تيتعجن شي دار خضر وكل شي كلوه وشي دار في ميكات ميكه حدا ميكه حدا ميكه حدا ميكه قال لك شي دار ديال الشهر كامل الباربه كتاويلي على ما الباربه غاليه الباربه شدوها طحنوها وداروها في كويسات قالت لك ديال الشهر كامل ولا اللي زوينه بديل المطيشه قال لك مطيشه دارت الكرون دايره دابا 12 درهم ولا 9 درهم ولا ما عرفتش شحال هذه انا ما شريتها قال لك بديل المطيشه بديل المطيشه ما عرفتش شنو هو داك الشيء حمر والله ما دخلت لي قسما بالله شبعت الضحك لا مطيشه عندها البديل بغا يديروا بحال هي ماس داك قال لك عصير ديال لافوكا تيديروا القرعه الخضراء باش يتسمى خضر والله ما داقش عرفت واحد المره فهي مطراج الله يرحمه عند واحد السيده قالت ليك عصير ديال لافوكا القرعه الخضراء والله ما تشربي حتى في سبيل الله معروفه قرعه خضراء معروفه الا ما حنا تنتقاو البواويل حنا راه المغاربه تبارك الله راه ذواقه ماشي فلاقه يعني معروفين بالطبخ معروفين بالتاويل معروفين بالحداقه بالوصفات بالشهيوات المطبخ المغربي غني وتجيو تبداو تقولبوا في عباد الله وديروا عصير القرعه وعصير لافوكا وقال لك بديل المطيشه اشنو الدواء الحمر وهذا هو اللي بغا تحمر الحريره وما عداش مطيشه من الاحسن دير الدواء الحمر قليله يلا المهم البنات انا شفت كاين اجتهاد بزاف كلشي عرفتو ما نعاودش لكم المهم شفت العجب العجب المعجب فين ما ندخل كنصايب شي فيديو كندخل نشوف البنات اشنو اللي فيه والله الا كنتصدم كنخرج نتوما كيقطعوا قال لك ديال الشهر كامل خيزو كيحكوا ديال الشهر كامل ليمون كاينه اللي كطيبو كاينه اللي ما عرفتش كتعصرو كديرو في ميكات ديال الشهر كامل والهيف هذا والجهل هذا انا غادي نكون متميزه البنات لينا يلا شوفوا ربي يضحككم معايا في هذا الفيديو مع احترامي لكافه القنوات اللي تيديروا بحال ما هكا هو والله العلي العظيم الا الزيرو نقول لكم ماشي الزيرو المحتوى ولا شي حاجه لا هذا الشيء راه الزيرو في المذاق ديالو انا غادي جايكم الهضره المهم انا غادي نكون متميزه عليكن باش ندخل سميتو باش ندخل الموسوعه كينيز نتوما درتو الشهيوات التحضيرات المسمن المملحات البطبوط انا غادي ندير لكم اتاي ديال رمضان كامل غادي نوض دابا عندي واحد الباكيه ديال اتاي يلا شريتها غادي نطيب اتاي البنات وغادي نديرو مع 10 القرطات ديال السكر ولا غيكون حلو بزاف نديرو خمسه المهم نجربو خمسه الباكيات ديال السكر ونديرو في المقراج عندي واحد المقراج كبير صفر داك كتشوفون بعد المرات البنات كنطيب فيه الما فاش كنبغي ندوش ايوا هذاك هو اللي غنديرو غادي نديرو في سوبيرات ولا في ميكات ديال 30 الا شاطت ليا وحده نهار العيد ماشي مشكل حتى هي نسخن اتاي ونديرو اتاي ديال الشهر كامل الدريالي حقه ونسيت وباش نكون عاوتاني متميزه غادي نصلي رمضان كامل 30 يوم ياكل البنات شحال جابت نديرو حنايا ربعه الركعات ديال الظهر ربعه عصر ثلاثه المغرب المهم هذا الشيء كامل غنجمعو ونضربو في 30 الا كان رمضان فيه 29 ماشي مشكل هذاك النهار اللي غنتصاب صليت فيه صافي قال لك شقاي نهار واحد وتسرحي الشهر كامل ايوا بالسلامه ملي غنديرو التحضيرات هذه الشهر كامل اش غنديرو فيه نقابلو النميمه في عباد الله نقابلو التعاويد الخاوي زعما الصراحه وحق لا اله الا الله البنات الا كنشوف حتى تنعيو كنقول بقينا كنطورو نطورو حتى ولينا كنرجعو للور علاش انا درت لكم هذا الفيديو هذا انا براسي كنت غالطه والاعتراف بالذنب راه فضيله انا براسي شي ايامات يعني مشيت شي افكار ديال شي وحدينات لان فاش كتفرجي في شي واحد اولا شي واحد كتكون عندك به واحد العلاقه ولا كتكوني مجمعه معاه ولا كتصارفي معاه ولا كيدخل لك دوك الافكار لراسك
ملي كتفيقي من القلبه وكتعرفي بان داك الشيء ما منه حتى شي حاجه كداركي نفسك ما كتبقاي ديري نفس الاخطاء. حتى انا البنات وحق ليلى هي الله يلا معكم بالصح، راه كان عندي كونجيلاتور مازال ان شاء الله ملي نستقر مزيان وغادي نجيبو غادي تشوفو كان كبير قداش كنت شاريه ب 76 الف ريال. ايوا ما نعاودش ليكم، واحد رمضان تركبت تانا على التحضيرات ديال رمضان، العجين المورق درت المملحات طرفته في السوبيره درت البساطه الحلوين والمالحين ديال الحوت درت سميتو درت المسمن بالشحمه درت المسمن العادي درت البطبوط درت شنو اخر عاوتاني البنات بلاتي درت العجين المورق ما عرفتش واش قلت ولا لا. المهم درت عمرت داك الفريغو يلا صار رمضان وصار رمضان وليت كنجبد زعما باش نزوق انا ديك الطبله ونقادها كنجبد كنسخن والله العلي العظيم الى المذاق ديالو ماشي بحال اللي يالله كيطيب ويالله كيتجبد من الفران ها العار ها العار ها العار تتاكلي كتبغي يكون داكشي سخون بحال المسمن بحال المخمار البنات فاش يالله كطيبي وكتحطي كيبربر ماشي هو ملي كتسخني هو ما بالوك ديال الشهر كاع كامل عاد زيد عليه المملحات المملحات فاش كيولي الفرماج بيريمي وكيولي داكشي بيريمي مع داك الشعريه الصينيه وداك التخربيق ودوك الخضره وتيطلق الماء جربوها وردوا عليا الخبر قسما بالله البنات اللي كنهضر معاكم من قلبي الخالص وكننصحكم لانكم اخوات عزازات عليا عائلتي الثانيه وعزازين عليا فكننصحكم جربوا انكم تخلي واحد 15 يوم ولا 21 يوم ولا فما بالك الشهر دوك المملحات وداك الشيء في الفريغو وجبدوه وسخنوه والفرق ما بين انكم طيبوا داك النهار وتاكلوا كاع الا بقى لكم كيبقى الغد لي اولا بعد غد لي كتسخنوه ولكن ماشي هو نفس المذاق اللي كتاكلو ديال شي حاجه بقات ما نهضروش حنا على داك الشيء ديال الطب ما الطب ما السموم ما الخبز ملي كيطلق شي حاجه ولا انا ما قاريه في داك الشيء ما غنفهم فيه ما غنبدا نتفلسف عليكم الفلسفه الخاويه انا كنهضر لكم على المذاق المذاق الزيرو يعني ما نبقاوش بما اننا تنديروا فيديوهات غير نسبه المشاهده ولا شي حاجه باش نطلعوا في الطوندونس ولا شنو نبقاو نوريو شي حاجه اللي اصلا حنا ما مقتنعينش بها اصلا ما انسان ما خداماش والله البنات ما خدام لكم داكشي الا الا كانوا موظفات ولا شي حاجه باش وحده جالسه في دارها ما عندها ما تدير ما عندها لا شقه لا خدمه لا والو وتقول لك نشقانا الشهر كامل في نهار واحد باش نجلس رمضان واش ما ديري فيه غادي يلس في الوقت الا ما كنتيش بعقلك وضميرك غادي تمشي على النميمه والذنوب كداك الشيء اللي شقيتي واللي اللي صليتي واللي سبحتي في الشهر غيديو لك الذنوب ديال النميمه والغيبه في عباد الله وسميتو هذا هو ولا تفرجي في شي حاجه ما مهم انا كنقول لكم صافي انا نوري لكم التحضيرات ديالي انا ديال رمضان التقديه مازال ما تقديتش نط جبت واحد السوبيرات البنات كانوا عندي في الدار انا محمد اللي عندي ديال مول الحانوت وعلى الاكسسوارات ديالي شتوم كان باقي عندي الروز ها هو الشعريه يمكن لا تحضيرات داكشي ديال مسمن وداك التخربيق وحق الله العلي العظيم البنات ما بقيت كنديرو ملي يعني اكتشفت انني غالطه مع دماغي فوليت كنوجد كل حاجه بنهارها نهار كل نهار ورزقو عند الله سبحانه وتعالى لان الله هو الرزاق حنا راه ماشي في الجوع ولا في الهيف ولا شي حاجه نهار كتشري واحد نص كيلو ديال الورقه ديال البسطيله كتدخليها للفران كتخرجيها وليداتك كتاكلي ديك الساعه يعني كتكون عندها واحد البنه زوينه نهار كديري مملحات نهار ديري مسمن نهار ديري تقليه المهم كل نهار بحلاوته كيكون غادي نهار على نهار تيكون داك الشيء زوين وبلدته وكل حاجه بلدتها اما داكشي اللي كدبزي وتحطي في الفريغو والله العلي العظيم البنات الا لا علاقه لا علاقه لا علاقه وخذوها من عندي نصيحه من عند اختكم صباح المهم جبت انا هادشي ها يلا مشيت للدار يلا سهل عليا الله الدار قدامي يلا سهل عليا الله مشيت جبت هاد الدقيق انا باش نعجن كيما عباد الله
شوفوا هذا الشامبينيون تندخلوه في شي بيطلات ولا شي حاجه. المهم التخربيق هذا حتى هويا عندك راه تنضحك معكم، راه باغا نوجد لاتاي لولو بلاتي ما تيشربوش لاتاي، غير انا تندير واحد البراد تنجلس عليه مع الفطور اكبرك اصلا هما ما تيصوموش. ايوا هذا كتبت واحد سلطة زوينة في واحد القناة تا غنكون مسالية وندير البوطاجي ديالي يا ربي تا انا وندير معكم الشهيوات ونرجع معكم الوصفات ديالي ديال الشهيوات. يلا بنقلب البنات الفتات الذهبي ولا معرفت شنو هذا باش نحمر فيه البنات داكشي اللي كيبغيو. هذا سميتها كاع نسات عليا ندير سلايد. هذا البنات اللوتيس، هانتوما الكريم كراميل كان كنت شارية عرفتو شحال هذا كنت شارية الباكي الكبار، هاهما دابا باقيين عندي تنستعملهم في شي حاجة يعني كاع إلا تقديت لا تقديت البنات شنو نتقدا، نتقدا مطيشة ديال الحك، نتقدا سميتو فرماج محكوك داكشي اللي غادي اللي غادي نحتاج، والطياب كل نهار بحلاوة. تنوري لكم فريكو ديالي البنات تشوفوا والله ما كذبت عليكم فشي ويدات. انا جيت الكوزينه تحليت هاد الاكسسوارات هادو، نوري لكم فريكو ديالي والله ما دايره فيه شي حاجه. ها شفتوا هذاك سميتو لوز فرماج جبتو البارح، شويه ديال اللحم جبتو البارح، هادشي هذا كان بقى عندي تما، وهاديك فيها سميتو اللوز حتى هويا صافي باش ما يديروش ليا داك البخوش، يعني ما دايره لا تحضيرات لا والو بالله. عرفتو ندمج ليكم في الدور وعجبوني هاد الاكسسوارات عجبوني كويدات. انا وريت ليكم والله الا زيف مويله جاني على بزينات وزرق جاني زوين. ضحكت معكم شويه وشطت معكم هذا الفيديو، كان فقط فيديو كوميدي ضحكنا شويه، قدمت لكم يعني نصحتكم بحال اختكم وما ديروش مني قلب الصواب، وسمحوا لي اللي ما عجباش هذا الفيديو ولا شي حاجه. المهم بغينا نضحكوا معكم مجموعين، بغيت ننشطكم واحد شويه ونضحكوا على صوره من الصباح، راه هذايا راه شبعانه ضحك على راسي براسي، فقلت نشارك معكم بالعفويه ببساطه بكل شيء. وياكم دوم وياكم تجيو تخرجوا على ريوسكم ديك ضربي تمارا نهار ارتاحي الشهر كامل لاجنو، راه تيقولوا لكم سيروا غتمرضوا غتشدوا الفريش والله لحقاش هذاكشي والله العظيم البنات. الا راه المرض تحيه كبيره للمراه المغربيه الحاذقه اللي كنا نضنا عليهم من بكري، كيفيقوا مع الصباح كيشقاو شقاهم كيوجدوا حريرتهم ديال النهار. نسيت لكم مليت اللي كيديروا الحريره ديال الشهر كاع كامل، المهم ماشي مشكل اللي نسيتها فكروني فيها نتوما في التعاليق. امهاتنا وخالاتنا وعائلاتنا وحنا علاش كبرنا الحريره كل نهار مخيمير مسمن كل نهار يعني كل نهار رزقوا الكبيدات ديالي. هادشي والله العلي العظيم لا غير تخربيق. انا عارفه ان هذا الفيديو هذا يخلق لنا المشاكل مع بزاف ديال الناس المهم والله ما كنقصد به شي واحد، جا غير عن طريق الصدفه قلت راه جالسه نشط مع خواتاتي والعائله ديالي الثانيه، ما بغيتكمش انكم تضروا ديك خدم نهار واحد وجد 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 وارتاح الشهر كامل راه تيقصدوا بها الخير غتمرضوا والله العلي العظيم. داكشي راه المرض والله انت تمرضوا تتشدوا الفراش بالله. انا حاجه وحده اللي غنصحكم بها، الناس اللي كتشدوا من المعده وجدوا واحد شويه ديال الحلبه نقيوه وكادوه وغسلوه ونشفوه وديروه في واحد القريعه مع الوقيته ديال الفطور، تبقاو تشربوا واحد شويه ديال الحلبه هكا باش ما تضركمش المعده، لان الحلبه يعني احسن دواء بالنسبه لي انا اللي مجربه. كنشرب الكينه ديال المعده فشربت الحلبه وافقني الحال، وكنديرها في رمضان دائما قبل الفطور يعني يلا كان يلا كيأذن المدن ولا شي حاجه كنشرب داك مويها ولا حليبه ولا شنو قبل ما نبدا ناكل في مملحات ولا شي حاجه اخرى ولا شنو، كندير شويه ديال الحلبه تفاديا للمعده، لان المعده كتصاحب هذا الشهر الفضيل كنكثروا بزاف من
التخربيق ديال التوجاد وسميتو. المهم البنات نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الناس اللي غيتقلقوا مني ولا شي حاجه والله العظيم معاك كنضحك وما كنقصد به حتى شي واحد. احتراماتي لكاع الناس اللي كيديروا هذا الشيء هذا، ولاني ما بغيت ان المتتبعات يعني كاينه مسكينه اللي يلاه باغيه الحياه الزوجيه ديالها، كاين اللي يلاه بغات توجد شي ايواز، كاين اللي يلاه تولاتها الكوزينه، فما نمشيوش غالطين بهاد الافكار هادو هاد التخربيق هادو. كل نهار ارزقوا داكشي اللي قسم لنا الله سبحانه وتعالى، يكون واحد شويه ديال الوعي، لان هادشي تخربيق 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 راه كيكثر لينا الامراض. كل نهار ارزقوا وكل نهار وداكشي اللي كتب لنا الله سبحانه وتعالى كيكون باللذه ديالو وبالحلاوه ديالو. ما تنساوناش الكويدات ديالي من لايكات بارطاج ودعواتكم الزوينه والتعاليق ديالكم، سواء كنتوا متفقين معايا في الراي ديالي او لا مختلفين معايا، فالتعليقات ديالكم اكيد اكيد انها كتسعدني. نتلاقاو في الفيديو الجاي، نمشي نحيد عليا انا هاد العكفه هادي ونلبس حوايج اخرى ونجيب المعلمين الصباح ما يتسناو بيا القرقره. تصافح القرقره تنقول لهم بلاتي والله الا سوف نضحك في واحد الفيديو نيت نشط هرمون السعاده عندي مرتفع على البنات، وبغيت نضحككم معايا وبنشطكم معايا الكبيدات. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. الله يعطيكم ما تمنيتو والله يفرحكم الكبيدات ديالي. موح عليكم.